أسهل طريقة تزيد فيها أكثر من 7 لفلات بسهولة. طبعاً كل اللي عليك تدخل هذا الماب كده فوق وتنتظر 20 ثانية ورسمك من جديد. الآن روح ورا هذه اللوحة بتحصل زر فوقها اضغط عليه. بعد ما تضغط عليه بيدخلك هذه الغرفة. روح هنا وحط نار وسوي موافق وتأكد إنك حاطه. الآن قدامك زر اضغط عليه بيبدأ ينحسب لك إكس بي. بعدها روح هناك بتحصل زر بالزاوية اضغط عليه بيدخلك هذه الغرفة. الآن قدامك زرين ووقت. كل اللي عليك إنك تنتظر هذا الوقت يخلص. بعدها روح اضغط الزر اليمين بيرجعك هنا. روح اضغط نفس الزر اللي ضغطناه اول علشان يرجعك للزرين، لكن هالمرة روح للزر اليسار واضغط عليه وبيرجعك برضه هنا. الان عشان تفك ويزيدك اكس بي لا نهائي روح للزر اليسار اضغط عليه بيدخلك غرفة. كل اللي عليك انك تفك وتتكي وهو بيزيدك اكس بي لا نهائي. وفي النهاية لايك للفيديو واشتراك في القناة علشان ادلعكم بالاكس بي.